حول موضوع من الغوطة الشرقية ينضم لنا عبر سكايب مباشرة مازن الشامي مراسل وكالة قاسيون في دمشق وريفها. مازن مساء الخير، أهلا بك معنا. المعارضة إذن المسلحة على الأرض تستعد للهجوم البري لنظام الأسد بعد القصف الذي طال معاقلها خلال اليومين الماضيين. آخر تفاصيل، آخر تطورات من خلال حديثك مع قادة المعارضة على الأرض، ماذا قالوا؟ كيف تجري الاستعدادات؟ نعم، مساء الخير. أولا اسمحي لي أن أبدأ من الخبر العاجل. في هذه اللحظة هناك إطلاق نار كثيف جدا في الهواء من قبل جبهة النصرة، وذلك بعد مظاهرة حاشدة بالآلاف خرج بها أهالي مدينة عربين، هتفت بإسقاط النظام كما طالبوا جبهة النصرة بالخروج من أطراف مدينة عربين. طبعا لذلك حصل إطلاق النار لتفريق المظاهرة. أيضا الخبر الأهم اليوم هو مجزرة ارتكبتها ميليشيا الأسد في بلدة كفر بطنة، راح ضحيتها 5 شهداء على الأقل بالإضافة لعشرات الجرحى من بينهم 4 متطوعين من الدفاع المدني، وذلك جراء القصف العنيف للمدفعية الثقيلة على السوق الشعبي في بلدة كفر بطنة. كما طال القصف أيضا صقبة دومة عربين زريقية حوش الظواهرة جوبر عين ترمى. طبعا هذا القصف جاء بعد 18 يوم من اتفاق ضبط آلية عملية خفض التصعيد في الغوطة. ميدانيا يعني بالنسبة لي الجيش الحر المتواجد على جبهات عين ترمى وايضا جبهات حي جوبر، طبعا يعني كوني انا يعني مدير المكتب الاعلامي من المجلس العسكري، هناك تواصلات كثيره مع القاده وهناك تجهيزات ضخمه جدا. منذ قليل حاولت ميليشيات الاسد اقتحام حي جوبر مباشره، يعني تم نصب كميل لهم وتم قتل 10 عناصر بالاضافه لعطف دبابتين تي 72. طبعا الدبابتين تم تدميرهما على عين ترمى المحاذيه لحي جوبر. عندما حاولت الدبابتين التقدم باتجاه جوبر من جهة عين ترمى مباشرة تصدى لهم الثوار. إذن الثوار جاهزون لأي محاولة اقتحام من قبل ميليشيات الأسد. من خلال هذه النقطة يعني نعلم بأن المنطقة هناك كانت عصية على النظام لمدة السنوات الأخيرة، لم يستطع النظام أن يصل إليها. مدى جاهزية الثوار بالنظر إلى الأسلحة والمعدات العسكرية التي يستخدمها نظام الأسد هنا؟ طبعا النظام يستخدم الان سياسه الارض المحروقه، يعني يوميا هناك عشرات الغارات واكثر يعني من 60 صاروخ ارض، مئات القذائف. اليوم الثوار يحاولون ان يكونوا في المناطق المتقدمه، لان النظام لا يستطيع قصف المناطق المتقدمه خوفا من اصابه عناصره. اليوم الاسلحه المتواجده لدى الثوار يعني هي اسلحه خفيفه، يعني اكبر سلاح هو الدبابات. في الايام الماضيه استطاع الثوار من استخدام الكونكورس، وهو يعني اقوى سلاح متواجد الان لدى المعارضه، وهو الذي يعني نسبه الاصابه فيه للدبابه او الاليه او اي شيء تقريبا اكثر من 99%. نعم، شكرا لك، اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا. مازن الشامي مراسل وكاله قاسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب من الغوطه الشرقيه.